رضا خميس ربت منزل من منطقة شبرمنت في الجيزة، عندها بنتين ولد. جوزها كان شغال أرزقي بيبيع على عربية فاكهة وما عندوش معاش، ولكن للأسف تم إطلاق النار عليه ومبقاش قادر يصرف على عيلته. اتكترت الديون على الست رضا وعلى عيلتها، اضطرت إنها تبيع العربية اللي هي المصدر الدخل الوحيد اللي عندها، وهي دلوقتي محتاجة لمشروع تاكل منه عيش وتصرف بيه على تعليم ولادها. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع جمعية دوابة الخير قدرنا نوفر لها مشروع بآلة. تعالوا نشوف أحوال رضا بعد المشروع. إيه كان بياع بيبيع فاكهه عند على المرور، وهو نايم راح مضروب بالنار، وكان دخله يعني بسيط، يعني مش دخله يعني كتير قوي. الظروف بقى لطشت اكتر كمان. هو كان عليه يعني قرشين كده، خلاني المعاش مقطوع. كان عنده عربيه، المهم رحت بيع العربيه وخلصت القرشين بقى اللي عليه. اتصلت بواحد من الناس وقلت لهم على مشروع بقالة، وحكيت لهم على ظروفي، وقلت لهم اللي انا محتاجه. راح مرنوا علي على جمعيه بوابه الخير. بشكر الناس اللي هم بوابه الخير اللي هم عاملين المشروع ده، واحد من الناس، وربنا يخلي لهم ولادهم.